الصينية لماذا يجلسون في الشارع ولماذا يعيشون في خيمة اتصال أمام بيتهم؟ لنعود الحكاية إلى البداية. والله يا ملايث ماني عارف وين بدنا نروح في حالنا، إذا أجوا الشرطة وطلعونا برا بالقوة. كيف هيك يا زلمة؟ إن شاء الله خير. افتح الباب اطلع برا، هذا بيت لإلنا مش إلكم. يلا ونعمل هذا بيتنا وأرضنا. لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا، وهذا يمنع إسرائيل من التدمير ومصادرة الممتلكات الفلسطينية عند أي ثالث. عائلة إبلايف إحدى عشرات العائلات الفلسطينية التي عمل الاحتلال على إخلائها من بيوتها وأسكان مستوطنين مكانهم. إن عمليات الإخلاء وهدم المنازل تشكل مصدر قلق إنساني متزايد للفلسطيني الذي يعيشون في القدس الشرقية، وإن العواقب التي تواجه هذه الأسر قد تكون مدمرة. هذه أرضنا وبلادنا لازم نسترجعها إحنا وأولادنا. أحد كل ذكرياتنا الحلوة في البيت، هلأ لازم أسير أشتغل عشان أساعد عيلتي. بطلنا نروح المدرسة زي الأول وصارت علاماتنا مش منيحة. أمر الإخلاء دمرنا، أنا استطعت المخدرات دمرت حياتي وأبوي مات.